الموضوع الثالث عشان ما تقولون ولا نفس، اللي هو هشاشة العظام، المرض الصامت اللي يسمونه، يصيب الإنسان لفترات لفترات وما هو داري، حتى يصاب بكسر، يصاب بضعف في العظام، في الجمجمة، النساء يصابون بشكل هايل. يعني متوقع ثلث العالم، أكثر من ثلث العالم يصابوا في عام 2050، الفك في الورك ما شابه ذلك، لما يطيح واحد ينكسر بسبب المياه الغازية، بسبب المشروبات، بسبب سوء التغذية، بسبب نقص هرمون التستوستيرون عند الذكور، ونقص هرمون البروجسترون عند الأناث، انقطاع الطمث، عدم التعرض للشمس، عدم التعرض لفيتامين دال، ان ما ناكل لحوم، ما ناكل مشتقات الالبان والزبادي، ما نتحرك، ما نطلع في الشمس، كل هذه مسببات تسبب هشاشة العظام. ترى العظام اقوى من الحديد بخمس مرات اذا كان صار طبيعي وبنيته صح. تستطيع تكشف عندك هشاشه ولا ما عندك هشاشه بتحليل الاكس راي، هذه الاشعه العاديه راح تكشف لك ان عظمك متجوف او عظمك ضعيف او ما شابه ذلك. المشكله صارت الهشاشه عند الاطفال.